فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر الحنابلة رحمة الله عليهم أن من محظورات الإحرام الطيب، وكذلك شمه قصدا، يقول: مع أنهم قد استحبوا التطيب قبل الإحرام مباشرة، فمقتضى ذلك أنه سيشمه، ما التوجيه في ذلك؟ لا بأس ببقائه إذا تطيب قبل الإحرام، مأذون، بل هو مستحب تطيب، فإذا بقي ريحه أو أثره على الجسم فإنه لا يضر بعد الإحرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.